أشهر كاملة، وكما يقول الفلكيون فهو لسبعة نجوم في الحساب الفلكي، وكل نجم يتكون من 13 يوما، والنجم الأوسط في فصل الخريف يتكون من 14 يوما، وهكذا تكون أعداد نجوم بقية الفصول. حيث تهب نسمات الخريف أواخر يونيو ليتغير الطقس من الحار نسبيا إلى معتدل بارد بسبب الرياح الموسمية. بن علي البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ ظفار، راعي هذه المناسبة، أصحاب السعادة الأفاضل، شيوخ وأعيان محافظة ظفار، أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع كل قطرة من رذاذ خريف ظفار الآسر، وكل نسمة وغيمة وزهرة تشارك في منظومة هذا اللحن الخريفي الساحر، لنكون معا في هذا الحفل الكرنفالي الشعبي البهيج في أول أيام مهرجان خريف صلالة 98. هذا المهرجان الذي أعد له بشكل يتناسب ومكانة هذا المهرجان في إبراز التميز المناخي والجغرافي والتراثي والحضاري في هذا الجزء من بلادنا الغالية عمان، والذي يعيش عصر الإنجازات القابوسية العظيمة ونفحات عام القطاع الخاص في سلطنة عمان. وفي البداية سنتعرف معكم إلى ماهية مهرجان خريف صلالة 98 وبعض جوانبه والفعاليات المتضمنة فيه، وتناغم هذا المهرجان مع فعاليات عام القطاع الخاص من خلال كلمة اللجنة المنظمة مع الفاضل المهندس عوض بن سعيد خوار رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان خريف صلالة 98، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معالي السيد وزير الدولة ومحافظ ظفار الموقر، أصحاب السعادة، ضيوفنا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم جميعا بكل خير. يطيب لي ويشرفني نيابة عن اللجنة الرئيسية المنظمة لمهرجان خريف صلالة 98 أن أتقدم للجميع بوافر الشكر والتقدير على تشريفكم لنا بحضور حفلنا هذا. معالي السيد الوزير، حفلنا الكريم، إن المدخرات الطبيعية والموارد البيئية والمقومات الحضارية والتاريخية التي تنفرد بها المحافظة، إضافة إلى دور الخدمات الضرورية المكملة، كانت لها جميعا الدور الأكبر في تنامي العملية السياحية يوما بعد يوم بشكلها التي وصلت عليها الآن. كما أن ما تحقق من إنجازات ملموسة على صعيد الأنشطة والفعاليات المختلفة بمهرجانات الخريف السابقة
ومخيمات البلدية لدليل واضح على نجاح هذه التجربة بحكم مؤشرات من شاهدوها وأشادوا بنجاحاتها، كما كان لها جميعا دور غير منكور في تحديث الأفكار وإضافة الجديد على هذه التجربة لكي تبرز بشكلها الشمولي. لذا فإن النقل النوعية لمناشط وفعاليات هذا المهرجان بأن يصبح أكثر شمولية من ذي قبل يدفع بالجميع وبالأخص اللجنة المنظمة القائمة على هذا العمل إلى بذل قصارى جهودها بغرض إنجاحه وتحقيق الطموحات والآمال المعلقة عليه، ووصولا للغاية الأسمى التي ينشدها المهرجان، فقد تم تحديد مجموعة من الأهداف تم بلورتها والحرص على تحقيقها بغية للنهوض بالعملية السياحية بما يكفل لها توفير البرامج المتنوعة التي تخدم الجميع وتتناسب مع كافة الأعمار والأذواق. ومن بين هذه الأهداف أولا العمل على تنشيط الحركة السياحية برمتها من خلال توفير البرامج الترفيهية والثقافية والرياضية والفنية الشاملة، بالإضافة إلى تسهيل الخدمات الضرورية. ثانيا ترسيخ مبدأ التفاعل الوطني الصادق بين الوطن والمواطن. ثالثا تفعيل المشاركة الجادة للجميع وترسيخها لخدمة الترويج السياحي والاقتصادي للمحافظة. رابعا دعم المواهب الإبداعية والدعوة لمشاركة الجميع بمناشط المهرجان المختلفة. خامسا العمل على إظهار القطاع الخاص وإبراز دوره الهام في دفع العملية التنموية. سادسا تعريف الزائر بعادات المنطقة وتقاليدها المختلفة والعادات الاجتماعية للمقيمين من خلال تفاعلهم ومشاركتهم بمناشط المهرجان. سابعا تأصيل مبدأ حب المحافظة على البيئة ومساهمة الجميع في مناشط الخدمة الوطنية. معالي السيد الوزير، حفلنا الكريم، ونحن اليوم إذ نضع بمتناول الجميع سلة متنوعة من المناشط والفعاليات المختلفة، فإننا نأمل في تحقيق الأهداف المرجوة بما يكفل لها النجاح والقبول. لذا فإن توزيع هذه المناشط وتنسيقها جغرافيا هو نظام مستهدف يرمي إلى إشراك أكبر عدد ممكن من مواقع المدينة بهذه الفعاليات، مع الاهتمام بتوزيع المناشط وتصنيفها كما وكيفا وفق خصوصية الجهة المتبنية للعمل بما يضفي طابع التخصصية ومناسبة العرض. حفلنا الكريم، إن احتفالنا بانطلاقة مهرجان خريف صلالة الذي نبدأه بعرض كرنفالي بعد قليل، وإن جاء لكي يضفي نوعا من البهجة والسرور على الجميع، إلا أنه جاء أيضا لكي يؤصل فرحتنا بعام القطاع الخاص تتويجا لما أعلنه سلطان البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بجعل هذا العام عاما للقطاع الخاص. ونحن إذ نحتفل في هذا المكان بفعالية التسوق، فما هو إلا أدنى تقدير منا للقطاع التجاري والخدمي المتميز. وإنني في هذا المقام لا يسعني إلا أن أشيد بدور القطاع الخاص وإسهاماته الكبيرة في تبني العديد من الأنشطة، بالإضافة إلى دعمه المباشر في تقديم الخدمات الضرورية المساندة للبنية التحتية لبعض فعاليات. ضاربا بذلك أروع الأمثلة الصادقة في التلاحم والتفاعل الصادق، مما أضفى على هذه التجربة صبغة واضحة كان لها كبير الأثر في إنجاح برامج العملية السياحية. وفي الختام لا يسعني في هذا المقام إلا أن أتقدم بالشكر والتقدير بالنيابة عن اللجنة الرئيسية للمهرجان، مشرفين وأعضاء، لكل من ساهم في تحقيق هذه الأهداف النبيلة، سواء بالدعم المادي أو العيني مما شأنه نجاح هذا العمل. كما أشيد بمساهمة كافة الهيئات والأجهزة الحكومية والعسكرية والأمنية، والتي كانت لها كبير الأثر في المساندة من أجل إنجاح هذه الفعالية. كما أنني وباسمكم جميعا أتقدم بجزيل الشكر والامتنان لمعالي السيد وزير الدولة ومحافظ ظفار راعي الحفل على تكرمه بحفاوة هذا الحفل. والشكر موصول أيضا لأصحاب السعادة وضيوف الأعزاء على تشريفهم لنا بحضور هذا الحفل. وفقنا الله جميعا
لما فيه مصلحة بلدنا العزيز تحت ظل القيادة الحكيمة لمولانا سلطان البلاد المفدى حفظه الله تعالى ورعاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ندعو الآن حفلنا الكريم معالي السيد مسلم بن علي البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ ظفار ليتفضل مشكورا بإطلاق الشارة لإعلان بدء فعاليات مهرجان خريف صلالة 98. هكذا أعزائي المشاهدين، أطلق معالي السيد مسلم بن علي البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ ظفار راعي هذا المهرجان إشارة بدء مهرجان خريف صلالة 98، والذي سيستمر طوال شهر أغسطس القادم بإذن الله. ونشاهد الآن خيالة اسطبلات شرطة عمان السلطانية تتقدم هذا الكرنفال، هذا المهرجان الكرنفالي الذي يعتبر بداية انطلاق مهرجان خريف صلالة 98. فمهرجان خريف صلالة أعزائي المشاهدين يتضمن العديد من الفقرات المتنوعة الشيقة، فبالإضافة إلى المهرجان الكرنفالي الذي نشاهده الآن والذي تشارك فيه العديد من فرق الفنون الشعبية وأيضا وحدات من مختلف موسيقى الحرس السلطاني العماني وشرطة عمان السلطانية وسلاح الجو السلطاني العماني. فلدينا أعزائي المشاهدين وبداية من يوم غد الخميس الحفل الفني الساهر الذي سيشارك فيه فنانون عمانيون، والذي سيبدأ بأوبريت الفجر المشرق، وأيضا سيحيي هذا الحفل يوم غد إن شاء الله الفنان الكويتي خالد حسين. نحن ما زلنا في انتظار المجموعات التي تشارك في المهرجان الكرنفالي، وهي تمر الآن من أمام المنصة الرئيسية للاحتفال هنا في شارع المطار في قلب صلالة محافظة ظفار. عامر والآن معي طبعا انضم أيضا معي زميلي عامر العمري بعد أن قدم كمذيع داخلي بداية انطلاق هذا المهرجان. عامر، لو تحدثنا عن الفرق المشاركة في
مهرجان الكرنفالي، ومن ثم ايضا نستعرض انا وانت الاحتفالات التي ستقام خلال شهر اغسطس ان شاء الله، وطبعا هناك حفل فني ساهر كل نهايه اسبوع. مرحبا يوسف، واهلا ومرحبا بكل احبائنا الكرام في كل مكان يصل اليه بثنا هذا. وفي الحقيقة هناك العديد من الفقرات موجودة بالنسبة للحفل الكرنفالي اليوم، وهذه العروض التي تتنوع ما بين فرق الخيالة والفرق الموسيقية وفرق الفنون الشعبية، وكذلك مجموعات مختلفة من الشباب موسيقى الحرس وعرض للكشافة والمرشدات والهبوط، سوف نستعرضها أكيد بإذن الله من خلال الكاميرات مع المشاهدين الكرام. صلالة تزدان كما تشاهد يوسف ويشاهد مشاهدون الكرام بهذه الأعلام الجميلة بهذه الألوان، وهذه هي ألوان خريف صلالة 98 تمتزج هنا في هذا الحفل الكرنفالي الذي تشارك فيه مختلف الفئات ومختلف قطاعات. ونترككم أعزائي المشاهدين لتستمتعوا بالألحان الموسيقية الشجية ولتشاهدوا هذا العرض الكرنفالي الذي يعتبر بداية انطلاق مهرجان خريف صلالة 98.
Thank you.
تعيد هذه التأديات على أرض السلطنة، على أرض محافظة ظفار، وهم يريدون أيضا أن يعبروا عن سعادتهم وعن فرحتهم بهذا المهرجان الشعبي الكبير، وأيضا أن يعبروا بفرحتهم بقدوم موسم الخريف الذي هو موسم الحصاد وموسم الخيرات وموسم عندما تنزل درجات الحرارة وتنخفض إلى أقل من 20 درجة مئوية، وفي حين أن درجات الحرارة في بقية مدن شبه الجزيرة العربية تزيد عن 45 درجة مئوية. أيضا نشاهد هناك عربات كرنفالية ومزينة بصور حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله باني نهضة عمان الحديثة. وأيضا ستمر بعد قليل قطار الأطفال وعربة جمعية المرأة العمانية، وطبعا سنشاهد ذلك بالتوالي. طبعا هنا أخي عامر جمهور كبير من مختلف أنحاء محافظة ظفار، ومن أيضا الزوار من مختلف مناطق السلطنة وأيضا من الدول الخليج العربية والدول العربية ومن الجاليات الأجنبية المقيمة على أرض ظفار. تحضر في الحقيقة جماهير غفيرة تحضر وتشاهد هذا الكرنفال وهذا المهرجان الشعبي الكبير، هذا المهرجان الذي سيستمر طوال شهر أغسطس القادم إن شاء الله بإذن الله تعالى. وهذه يوسف وأيضا أحبائنا الكرام في كل مكان يصل إليه هذا البث والنقل الحي والمباشر من مدينة صلالة لافتتاح أولى فعاليات مهرجان خريف صلالة 98 اليوم. هذه الاحتفالات وكل هذه الأهازيج من مختلف شعوب العالم تصب كلها في كلمة واحدة تقول نحمد الله سبحانه وتعالى على هذا التميز وهذا التفرد الذي حباه لبلادنا الغالية سلطنة عمان ولهذا الجزء الحبيب منها.
الأطفال البخارية. وطبعا نشاهد هذه السيارات التي ستكون في مخيم البلدية طوال شهر أغسطس ليستمتع بقيادتها الأطفال. وأيضا شاهدنا الدراجات البخارية التي ستكون هي أيضا متواجدة طوال شهر أغسطس. ونشاهد أيضا بعض العروض للأشكال التنكرية والمهرجين الذين سيكونون أيضا في مخيم البلدية طوال شهر أغسطس ليستمتع. هذا هو قطار الأطفال في التمازج بين الحضارات جيل بعد جيل، وتستمر مسيرة العطاء في سلطنة عمان. قطار الأطفال الآن يمر، وهذه ابتسامة رقيقة من أطفال سلطنة عمان وبشكل خاص محافظة ظفار لزوار المحافظة في هذا الموسم الجميل. ظفار تستقبل زوارها بابتسامة عريضة وتفتح ذراعيها لكل من يأتي إليها. ونشاهد الزهور والورود التي تفترش هنا شارع المطار موقع الاحتفال. أيضا نشاهد حافلة جمعية المرأة العمانية حيث يشارك الجميع في هذا المهرجان الكرنفالي الكبير الذي يعتبر بداية انطلاق مهرجان خريف صلالة 98. هكذا إذن أيها الأحبة الكرام تتواصل هذه الفعاليات الجميلة، كل هذه الألوان، كل هذه الأزياء، كل هذه الحلي أيضا التي تتزين بها الفتيات المشاركات في هذا الحفل الكرنفالي الشيق، والملابس العمانية بالخنازر والسيوف رموز العزة والفخار في هذا البلد العظيم، وهذا التناغم والتلاحم ما بين أهالي محافظة ظفار من مختلف مناطقها وولاياتها ونياباتها، وبين إخوانهم من الجاليات العربية الشقيقة والأجنبية الصديقة المقيمة هنا، بالإضافة إلى جهود القطاع الخاص أيضا، شركات القطاع الخاص المشاركة في إنجاح فعاليات هذا الكرنفال، وكذلك مختلف الجهات الحكومية والأهلية التي شارك كل بما يستطيع وكل بما يمثل أيضا، لتعبر كل هذه الألوان عن هذه الفرحة الجميلة، عن هذه الفرحة العارمة، عن هذه المحبة التي يمكنك أن تلمسها بيديك كلما انطلقت في السهول، كلما ذهبت لتشاهد المناظر الخضراء والسفوح الجميلة وعيون المياه المنسابة الرقراقة في كافة جوانب محافظة ظفار. البهجة للأطفال في هذا المهرجان أيضا لها الدور الكبير، وهذه الأشكال التنكرية كما ذكر زميل يوسف الهوتي أيضا هي موجودة لتضفي بهجة أخرى و لتخرج بنا قليلا من الطابع الرسمي أيضا، لأن هذا المهرجان بالتأكيد هو فعالية أهلية شعبية مشتركة. وزميل يوسف الهوتي أيضا شاركنا في هذا التعليق الحي والمباشر من هنا من شارع المطار في مدينة صلالة حاضرة محافظة ظفار. عامر شكرا. وطبعا كما قلنا أعزائي المشاهدين، هذه ظفار تتلألأ بهجة وسرورا وتقول لزوارها أهلا ومرحبا بكم، تعالوا إلى صلالة فلن تجدوا فيها إلا ما يسركم. هذه ظفار البديعة الجميلة بموسمها الرذاذي الجميل. طبعا هذا التمازج بين عروض مختلفة أخي عمر يؤدي أيضا إلى أن ظفار ليس فقط طقس جميل، ولكن هناك أيضا جوانب ترفيهية
متنوعة ومختلفة. هناك القرية التراثية المتكاملة في سهل أتين من خلال مخيم البلدية، وطبعا هناك مسابقات رياضية ومناشط عديدة طبعا في المخيم، وهناك مناشط خاصة لجمعية المرأة العمانية، وهناك أيضا المناشط الشخصيات الكرتونية ومناشط ركوب الخيول والعربات ومناشط ركوب الإبل ومناشط ركوب القطارات هناك في مخيم البلدية في سهل أتين. طبعا هذه العربات التي تجرها الخيول سنشاهدها أيضا وباستمرار طوال شهر أغسطس إن شاء الله في مهرجان خريف صلالة، وبالتحديد في مخيم البلدية. الإبل التي هي من الحيوانات التي ألفها الإنسان العماني أينما كان، طبعا أيضا يجب أن تشارك، وهذه تشارك في هذا المهرجان الكرنفالي الكبير. طبعا هناك أيضا الفرق الموسيقية كما ذكرنا من وحدات شرطة عمان السلطانية ومن الحرس السلطاني العماني وسلاح الجو السلطاني العماني، هذه الوحدات تشارك لإطفاء البهجة والسرور على هذا المهرجان الشعبي الكبير الذي يعتبر بداية انطلاق مهرجان خريف صلالة 98. وكما قلنا قبل قليل أعزائي المشاهدين، وما نذكركم من جديد أن هناك احتفال سيقام غدا، ونجعلكم الآن تستمتعون بالمعزوفات الشيقة للفرقة نشاهدها الآن، فرقة الموسيقى نشاهدها الآن أمام المنصة. في هذا المهرجان الكرنفالي أيضا تشارك عربات منجزات القطاع الخاص، تنظم هذه المشاركة لهذه العربات غرفة تجارة وصناعة عمان، طبعا تشارك أيضا في هذا المهرجان الكرنفالي الشيق والجميل الذي تتواصل فعاليته معكم مشاهدين الكرام على الهواء مباشرة من هنا من مدينة صلالة، عروس الخليج العربي وحاضرة الخريف، عاصمة الخريف بكل جمالها بكل تألقها، تزدان في هذه الليلة الخريفية الرائعة هذه الشوارع بالأهازيج الشعبية، بابتسامات الأطفال، بهذه الإنارة التي تضفي أيضا بعدا جماليا آخر على هذا الاحتفال، وموسيقى شرطة عمان السلطانية أيضا تشارك بهذه المعزوفات المتناغمة والجميلة.
We'll be right back.
طالت في عمان، في حين يجوب المهرجان الكرنفالي شوارع محافظة ظفار وبشكل خاص مدينة صلالة، ويمر الكرنفال بشارع التسوق وشارع المطار والسلام والنهضة. شكرا لكم أعزائي المشاهدين على حسن متابعتكم، ونتمنى لمهرجان خريف صلالة 98 كل النجاح والتوفيق، وأهلا بكم في محافظة ظفار، نستقبلكم بكل ابتسامة حب، ونفتح لكم ذراعينا لاستقبالكم في هذا الموسم الجميل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.